يواصل فيروس كورونا انتشاره في العراق في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات في تلبية الطلب الكبير على اللقاحات. العراقيون تلقوا جرعات من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. هو لازم واحد يأخذ العجلون حتى يحصن نفسه من هذا المرض والوباء شوي حتى تقل الأزمة. الأزمة هذه لازم ماكو من عنده مفر. اي لازم، واحنا عمرنا كبير، لازم واحد ياخذ اللقاح حتى يتحصن. يعني احنا عشنا بحاله خوف، بحاله رعب، ما نقدر نطلع، ما نقدر نتواصل ويا العالم كلها. فلهذا انا اول ما صار اللقاح سجلت على المنصه وجبت ابني وجبت والدتي اجباري وزوجتي، جبتهم حتى خلصهم من هالقلق النفسي. حصل العراق يوم الخميس الماضي على 336 ألف جرعة، وهي أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض. هذه الدفعة الأولى من اللقاح ستوزع على جميع المحافظات العراقية بما فيها منطقة كردستان العراق. اليوم أكثر من 35 مفتل تلقيحي في الرصافة و666 مفتل تلقيحي في عموم العراق لاستقبال المواطنين الراغبين بأخذ هذا اللقاح، وهناك منصة إلكترونية كذلك معتمدة بإمكان المواطن الكريم أن يسجل اسمه في هذه المنصة ويعطى موعد وكذلك مكان التلقيح عن طريق رسالة نصية تصل إلى هاتفه النقال. وكان العراق حصل في بداية مارس الجاري على 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم كهيبة من الصين، ويسعى برنامج كوفاكس إلى توفير ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول ذات الدخل المنخفض بحلول نهاية هذا العام.